بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عاد بعض المستوطنين إلى اقتحام ساحات المسجد الأقصى أو باحات المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية بتاع نتنياهو، وده طبعا يدي لك مؤشر انه هو حصل غدر او حصل كسر لوقف اطلاق النار او ما شبه ذلك. انا اقول لك ليست هذه الامور بهذه البساطة، هو طبعا هتحصل خروقات، وحماس حذرت وانذرت وقالت ان عدتم نعود وكذا او ان عدتم عدنا وامور زي كده، يعني ايه الموضوع فيه شد وجذب بين الطرفين. طب ايه هو الحقيقة، ايه هي اللي بتحصل، وليه نتنياهو بيعمل كده بعد ما كان هو بيستجدي وقف اطلاق النار؟ ايه اللي بيخليه يعمل كده؟ طب ايه اللي بيصبر حماس عليه من الناحية التانية؟ الامور ديت عايزين نفهمها مع بعضينا. اول حاجة عايز اقولك ان نتنياهو الوقت بعد ما قبل وقف اطلاق النار اللي حصل انه خصومه في الداخل الاسرائيلي اذاعوا لكل اوليائهم وفي الاعلام بتاعهم وكده ان نتنياهو رضخ لشروط حماس وهيوقف تهويد المسجد وهيوقف تهويد القدس وهيمنع المستوطنين من الاقتراب من المسجد الأقصى ومن الاقتراب من الأماكن المقدسة بتاعتهم وكده إلخ. ده أعداء نتنياهو بدأوا يتكلموا في هذا الموضوع اللي أنا أرى فيه جزء من الحقيقة، جزء ليس بالقليل. يعني الاستيطان سيتوقف، شاء النتن أم أبا النتن سيتوقف الاستيطان إن شاء الله رب العالمين. محدش هيطرد من بيته تاني. أربع عائلات قامت عليهم الحرب دي وحماس مستعدة تقوم حرب تانية، لكن احنا عايزين نتكلم عن الفاعلين الأصليين بقى، ودي هكلمك عليها الوقتي بس اصبر عليا. طيب هو ليه نتنياهو الوقتي بيعمل كده؟ ما هو كده ممكن يؤدي إلى ان حماس ترجع تخصفه بالصواريخ مرة تانية ويتبحتر ومش هيعرف يتلم المرة دي، وهو ان كان عنده أمل شوية الوقتي في البقاء في الحكومة هيقضي على نفسه بعد كده، وطبعا الأمور محصرة من كل اتجاه. هو باختصار أعداؤه وخصومه في الداخل هم اللي دفعوه إلى هذا الأمر، لأن هم بعد ما قالوا أن نتنياهو رضخ لحماس ومش هيخليكم تخشوا المناطق المقدسة بتاعتكم وهيمنعكم من المسجد ومن اقتحام باحات المسجد، فنتن أصبح قدامه حاجة من اتنين، يا إما أن هو يؤكد كلام هؤلاء بفعله يا إما أن هو ينفيه. فهم طبعا رتبوا له على طول مستوطنون رايحين يقتحموا باحات المسجد الاقصى وكده، فهو كان قدامه حاجة من اتنين، يا اما ان هو ينزل شرطة تحميهم عشان يعملوا الجريمة دي وبالتالي يبقى هو كذب خصومه في الداخل بالفعل، واما ان هو ما يعملش الموضوع ده او يخلي الشرطة تمنع المستوطنين من اقتحام باحات المسجد الاقصى او كده، وبالتالي يبقى هو بينتحر انتحار سياسي اللي هم بيدفعوه اليه خصومه من الداخل. دي الصورة اللي هم حطوه فيها، يعني بيقول له تتقدم وتاكل الصواريخ من حماس او تتراجع وتاكل بالجزمة من المستوطنين. طيب الفخ ده اللي وقع فيه نتنياهو يهرب منه ازاي؟ مفيش قدامه ان هو يهرب منه الا ان هو يقف الى جانب المستوطنين بشكل يعني فيه تراخي، يعني مفيش حماسة. لما هو يعمل كده يبقى ليه وجه شوي في الداخل الإسرائيلي، وفي نفس الوقت مش هيعمل العنجهية اللي كان بيعملها اللي هي كانت بتستفز الفلسطينية وبتخلي حماس تطلق عليه صواريخ، مش هيعمل الحكاية دي، خاصة ان الاقتحامات دي بتحصل وبعدين بيرجع المستوطنون يتراجعوا ويخرجوا وبعدين ترجع تحصل وبعدين يخرجوا ويتراجعوا، يعني مش مستمر العملية. طيب هو حماس في نهاية المطاف هل هي هتكون مجبرة على القبول بهذا الوضع؟ بالطبع لا، لكن انا اقول لك حقيقة الامر، المسألة قرار الحرب ماهوش في يد حماس وماهوش في يد نتنياهو وماهوش في يد امريكا نفسها. ازاي الكلام ده؟ هقول لك بقى الشرح بعد ما تعمل لنا اعجاب في الفيديو، وان شاء الله تشوف الفيديو من الاول للاخر عشان تدعمنا ضد الذباب الالكتروني، وما تنساش الاعجاب بالفيديو وما تنساش دعم القناة بالاشتراك، وجزاكم الله خيرا. في الحقيقة امريكا ونتنياهو موقفهم ضعيف للغاية، لانه بكل بساطة وبطاطة الوقت هم مش هيقدروا يحاربوا. باختصار ليه مش هيقدروا يحاربوا؟ اسرائيل هي كاسرائيل، انا بسميها الكيان الصهيوني المحتل، ما عندوش القدرة للصمود في حرب طويلة، وده كان واضح جدا من التجربة بتاع حماس
والمسألة مش محتاجة لشرح أكتر من كده. فما بالك بقى لو حصل قتال حقيقي وحصل إنزال على شواطئ غزة وحصل إن جت صواريخ مضادة للطيران يعني منظومات دفاع جوي وحصل أمور زي كده وحصل منظومات دفاع جوي محمولة على الكتف وحصل وحصل وبعد كده حصل نوع من التغطية الجوية وبعد كده يحصل زحف بري، ده هم الوقت في الشوية اللي حصلوا دول وهم مرعوبين بمعنى الكلمة. في ناس كتير بدأت ان هي تعلن ان هي هتهاجر، لكن يبدو ان هم مش عارفين يهاجروا بسبب ان المطارات كانت مغلقة، يمكن فتحت امبارح المطارات او كده. فطبعا هم من الداخل المجتمع هش. ليه المجتمع من الداخل هش؟ لان هم على قانون العصابة، هو مش جاي معتقد بالمعبد والهيكل والكلام اللي هم سوقوه لنا. والدليل على كده ان 6 من كل 7 من المستوطنين ما همش يهود اصلا، وكانت مشكلة بين الحاخامات وبين العلمانيين داخل اسرائيل، وحكيت لكم عليها قبل كده، وان شاء الله ممكن اسيب لكم الرابط تحت الفيديو وتقرأ المقال كامل من الجزيرة. واحد يقول لك يا عبد اللطيف ازاي امريكا ما عندهاش قوة للحرب برغم ان هي من اكبر الامبراطوريات، بل اكبر امبراطورية ظهرت في التاريخ؟ اقول لك عندها نقطة ضعف خطيرة جدا وهي خط الامداد. هتبدأ تجيب سلاح لاسرائيل منين؟ يعني نتنياهو هيحارب ساعة 2 شهر 2 وبعد كده السلاح بتاعه هيخلص، هيبدأوا يمولوه ازاي؟ لازم ما عندهمش حل غير ان هم يمولوه عن طريق البحر المتوسط. واحد يقول لي عن طريق الاردن، هقول له هيضطر يخش قناة السويس، يعني هتواجد برضو في البحر المتوسط. يعني نهاية المطاف مفيش قدامهم حل غير ان هم يحطوا امداد عن طريق البحر المتوسط. طب الوقت روسيا متواجدة في شرق البحر المتوسط والموضوع ده لا يروق لروسيا، وانا الوقت عشان افهمك الموضوع باختصار عايز اسأل 4 اسئلة مهمة، وال4 اسئلة دول هيفهموك الموضوع وهيخليه واضح في دماغك ان شاء الله. السؤال الاول، من هم الاطراف الفاعلون؟ والسؤال الثاني، ما هي الاهداف المعلنة للحرب؟ والسؤال الثالث، ما هي الاهداف الخفية للحرب؟ والسؤال الرابع، ماذا نتوقع من نتائج هذه الحرب؟ السؤال الأول، الأطراف الفاعلة في الحرب هي باختصار روسيا والشرق، يعني الصين باختصار أعداء أمريكا اللدودين في المنطقة واللي عندهم أبعاد سياسية أبعد من كده بكتير، لأن هم شايفين أن دي فرصتهم للتخلص من الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط. طيب الطرف الثاني مين؟ الطرف الثاني الأمريكان والكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي كله، ودول كمان عندهم حسابات لأن هم ليسوا على قلب رجل واحد. هتقول لي تركيا، أقول لك تركيا ليست طرف فاعل حتى الآن، غير أن هي هتخش ضامن في الوقت المناسب، وأن هي ناصح مستمر للإدارة بتاع حماس، وإن هي في نهاية المطاف ممكن تكون رمانة ميزان بين هذا وذاك وتلك. والأهم المجهود الدبلوماسي اللي بتبذله تركيا في أروقة الأمم المتحدة وفي أروقة المنظمات الدولية عموما، يا إما إن مجهودها ينجح يا إما إن المنظمات دي هتفشل وتتعرى، وبعد ما تفشل وتتعرى هيبقى الحكم للقوة، لان المنظمات الدولية اللي انتوا عاملينها عشان تفصل في النزاعات ما هيش قادرة تحل المشكلة، وبالتالي يبقى القوة يعني السيف أصدق إنباء من الكتب عندئذ. طبعا في الحقيقة تركيا لو عايزة تنحاز لطرف على حساب الآخر، يعني لو عايزة تنحاز للشرق على حساب الغرب، ممكن لأن موقعها الجغرافي يسمح بهذا الأمر. وأنا قلت لكم كل المشكلة اللي روسيا عايشاها في عملية خط الإمداد هي خروجها من البحر الأسود، دخولها للبسفور التركي، وبعد كده بحر مرمرة، وبعد كده الدردنيل أعتقد، وبعد كده هتعدي بقى في شوية مية حوالين شوية جزر، كلها كانت تركية وأخذوها اليونان. أخذت اليونان شوية الجزر التركية دولت بمعاهدات دولية ظالمة، وأردوغان بيفكر أنه يتخلص منها. الخلاصة أن روسيا في لو تركيا يعني هتقلب على روسيا ممكن تمنعها من عبور البسفور. هتقول لي ده مش عارف إيه وفي معاهدات دولية، أقول لك المعاهدات الدولية دي يا أبو الشباب وقت السلم، وقت الحرب مفيش معاهدات، وقت الحرب فيه حسم وفيه أنه كل واحد يفعل كل شيء
عشان خاطر ينتصر. طبعا تركيا عمرها ما هتعمل كده لانها على حلف طويل مع الروس زي ما انا قلت لكم، والحلف مش معناه محبة، الحلف معناه مصالح برجماتية، كل طرف لوحده مش قادر يحققها، لكن لما بيتعاونوا هما الاثنين بيقدروا يحققوها، وهذا معنى التحالف وليس محبة وليس ولاء ولا شيء من هذا القبيل. طيب واحد يقول لي يا كابتن لطيف، طب ما هي كده تركيا مش في النص، ما هي كده منحازة للروس. اقول لك لا، ما هيش منحازة للروس ولا حاجة، هي تركيا بتتحقق بالمعاهدات الدولية بتاع قانون تنظيم الملاحة في المنطقة دي وكده وعبر المياه بتاعتها، والقوانين دي اللي كان متفق عليها زمان بين القوى العظمى انجلترا وفرنسا وغيرهم وكده، وبعد كده الامريكان جم عملوا قوانين وعدلوا فيها. يعني باختصار هي بتقولك لا انا على الحياد ومش مستعدة ان انا اخش مع حد في مشاكل، وبالتالي اللي عايز يعدي هيعدي بناء على القوانين الدولية ديت. لكن هم عارفين في الحقيقة ان تركيا هتسمح بقوات روسية كبيرة جدا تعدي، لما يجي يقولوا لها ازاي تخلي القوات الروسية دي تعدي علينا واحنا ناتو وانتو ناتو وكده، قال لهم والله احنا مش مستعدين نخش في مشاكل مع الروس عشان خاطركم، انتو ملكوش امان، وعملتوا علينا كذا انقلاب وبتبتزونا من عشرات السنين، وخربتوا المجتمع ونهبتوا البلاد وعملتوا مخدرات وهدمتوا المجتمع المدني ونشرتم الفحشاء وارغمتمونا على حاجات كتير، احنا لا نثق فيكم، وبالتالي احنا مناش اي علاقة لبينكم ولا بين الروس في هذا القطاع. فطبعا امريكا مش هتقدر تجبر تركيا على ان هي توليها، لان ما عادش الى امريكا عصاية تضرب بيها الاتراك من الداخل. واحد تاني يقول لي يا كابتن لطيف، ممكن من الاطراف الفاعلة حماس نفسها او ايران؟ اقول لك للأسف برضو لا، مش بهون من قوة الناس يا جماعة، احنا لازم نعرف قدرنا، احنا يا جماعة في الحقيقة ضعاف، والله سبحانه وتعالى سلط القوى العظمى دي على بعضيها عشان احنا نتنفس شوية. يعني يدوب تركيا بدأت يعني تقلص الفجوة اللي بيننا وبينهم من ناحية التكنولوجيا والسلاح التكنولوجي والحاجات دي، ده احنا كنا ضايعين خالص، بس قبل 10-15 سنة كنا ضايعين بمعنى كلمة ضايعين، مش 15 سنة ولا حاجة، 6-7 سنين فاتوا كنا ضايعين بمعنى الكلمة. احنا في الحقيقة مش قد التكنولوجيا العسكرية بتاع الناس دي، التكنولوجيا التركية ديت الوقت كلها مأخوذة تمن عشان خاطر الأتراك يوالوا الروس ويضمنوهم ويضمنوا لهم المرور والخطوط الامداد والقصة اللي انا حكيتها لكم، وكذلك ان هم الصينيين نفس الشيء عندهم تحالف، وقلت لكم ان تركيا رفضت ان هي تاخد جزء ليس بالقليل من التجارة الصينية لانه كان فخ امريكي. يعني الوقت الاتراك صحيين للمقالب ديت، والله عز وجل سلط القوة الشرقية على القوة الغربية، والوقت كل ثمار الصراع بتتساقط حقيقة عندنا في تركيا، لأن كل مسلم الوقت أمله حقيقة في تركيا، هي البلد اللي فلتت من الابتزاز وبتساعد حوالي 15 دولة زي ما قلت لكم قبل كده، وقلت لكم إن شاء الله المستقبل يكون كبير بإذن الله رب العالمين. فأنا جايب لك أكبر مثل عندنا، تركيا ما هيش حرة 100%، يعني ما تقدرش تقارع الروس والصين وما تقدرش تقارع الأمريكان. الإيرانيين دولة تحطهم في قطاع الدولة العميلة اللي هي المرتزقة، يعني ممكن تغير ولائها في كل وقت، وعندها تاريخ أسود في الدولة البويهية، وعندها تاريخ أسود من أيام أبو مسلم الخراساني لحد الوقت، يعني لا يمكن الاعتماد عليها بأي شكل من الأشكال. ما تنخدعوش في إيران، إيران بتركب الموجة وبتركب حكاية الممانعة والمقاومة والأمور ديت عشان تعمل ابتزازات ومكاسب سياسية من الأمريكان، مش أكتر من كده، وبعد كده الروس بيساعدوها برضو بالمقابل، وهي في الحقيقة خادم، أو اعتبرها يا سيدي كلب حراسة للروس زي ما انت بتعتبر كل البغال حكام العرب كلاب حراسة للأمريكان. خلينا بقى أخش على الهدف المعلن للحرب. الهدف المعلن للحرب يا سيدي ان حماس معتدى عليها بتدافع عن نفسها، وان الجماعة بتوع الشيخ جراح ازاي تهجروا الناس من بيوتها وايه الظلم دوت. بينما اللي حصل، لو انتم فاكرين يا جماعة اخواني في فلسطين، فاكرين ايام النكبة، ايام النكبة تهجير بعشرات الالاف وقتل بعشرات الالاف ومآسي بعشرات
عشرات الالاف ومع ذلك كنا مكتوب في الايدي. طيب ايه اللي فرق؟ حتى ايام النكبة كمان كان بغال سايكس بيكو عاملين جيش عربي رايح يحارب هناك وتهزم، وطبعا لان هم في الحقيقة واخدين الجيش العربي ده عشان بياخدوا النخب من الشعب، يعني بيشوفوا مين المتحمس في الشعب لموضوع القتال بياخدوه ويقول له خش انت مقاومة شعبية او في الجيش او كذا، ويودوه لعصابات الصهاينة تقتله هناك، لانه باختصار بيكونوا خاينينه وبيكونوا مبلغين عنه وبعتين خط سيره، يعني في عمل مخابراتي شغال 100%. وما تستبعدش في احيان كثيرة كمان كان بيروح مش مسلح، قولوا له هتلاقي السلاح هناك في المكان الفلاني، يعني كانت فيه خيانات جامدة لدرجة ان بعض من هؤلاء لم السلاح من يد الفلسطينية نفسهم بحجة ان هو هيحميهم وانه مش عارف هيعمل ايه وكده، وسابهم فريسة سهلة لعصابات الصهاينة قتلوهم، يعني في دعك اسود يا جماعة. فالوقت عايزك يعني احنا يعني مش عايزين نغتر في نفسنا، هي حماس اوقفت اسرائيل عند حدها، الحمد لله ان ده حصل وان الدماء يعني الدماء عصمت وكده وما فيش سفك دماء اكتر من كده، اقل من 2014 بكتير، حوالي 10% من الاحداث بتاع 2014 او 13% الخسائر لما تقارنها باحداث 2014. لكن هذا لا يعني ان حماس عندها مصانع سلاح مثلا او عندها مصانع صواريخ تقدر تطلع خامات من الارض، وبعد كده عندها مصانع سبائك تقدر تعمل السبائك الحديدية اللي هي مناسبة للصواريخ، زي ما جاي الوقت في ما خفي أعظم بتاع المسحال بيقول لك ان هم كانوا بيلموا القذائف اللي كانت بتقع على غزة وبعدين بيصنعوا منها الصواريخ. ده كلام طبعا ماهوش عملي بالمرة ومجرد يعني مجرد خطاب عاطفي ماهوش عقلاني خالص. احنا مش قد الناس دي يا جماعة في الحقيقة، لكن الله سبحانه وتعالى الوقت وقعهم في بعضهم وما همش قادرين يسلكوا من بعضهم، واحنا الوقت يعني كل ثمرة الصراع العالمي تصب في سلة المسلمين الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى، ودي فرصتنا وان شاء الله هننطلق. يعني فجأة انت كده هتلاقي اصبحت هناك خلافة اسلامية في او ولايات متحدة اسلامية، سميها اي مسمى، هتلاقي بعد الولايات المتحدة الاسلامية دي هتلاقي دولة اشبه بدولة الخلافة مش الراشدة طبعا، وهتتطور افضل من كده ان شاء الله وقت بوقت. لكن احنا في الحقيقة مش قدهم في الوقت الحالي، احنا بنستفيد من الصراع الدائر بينهم وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. طب كيف احنا بنستفيد من الصراع الدائر بينهم؟ لانه هو كل طرف فيهم محتاجنا، يعني الروس محتاجين الاتراك والصينيين محتاجين الاتراك والاوروبيين محتاجين الاتراك والامريكان محتاجين الاتراك، والاتراك من فضل الله سبحانه وتعالى ان هم فاهمين هذا الامر، وبالتالي مش عايزين يقووا طرف على التاني، لانه لو راحوا مع طرف على التاني بعد ما يقضي عليه هيجي يقضي عليك انت، والمسألة يعني اوضح من الشمس. فالهدف المعلن ارجعك ليه هو ان حماس بتدافع عن اهلها وبتدافع عن المظلومين وبتمنع، عايزة تمنع التهجير، يعني طلباتها مشروعة، منع التهجير ومنع الفصل العنصري اللي اسرائيل بتعمله ومنع ومنع ومنع، يعني امور هي اسرائيل بسبب هذه الحرب خسرت الرأي العام العالمي والاعلام الصهيوني خسر سمعته حقيقة في الغرب، وده موضوع مش عايز ان انا اخش فيه الوقت، بس خليني ارجع لموضوع ده. الهدف المعلن، طب ايه هو الهدف الخفي الحقيقي؟ الهدف الخفي الحقيقي ان روسيا عايزة تكبل يد اسرائيل وتكتف اسرائيل، لانها الدولة الوحيدة المطلة على شرق البحر المتوسط وولائها للامريكان 100% يصعب انتزاعه. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني الوقت لما يجي الروس لو قامت حرب والروس ماشيين بخطوط الامداد بتاعتهم جاي من البحر الاسود الى البسفور وبعد كده لبحر مرمرة وبعد كده لمضيق الدردنيل وبعد كده دخل شوية حوالين شوية الجزر اللي انا حكيت لكم عليها دي وبعدين دخل شرق البحر المتوسط، هتقدر المدفعيات الاسرائيلية او صواريخ تتنصب على الشواطئ او كده هتقدر ان هي تنول من الاسطول الروسي لو مشي في الحتة دي. الروس مش اغبياء، فاهمين الموضوع ده وعايزين يأمنوا الحكاية دي. طب يأمنوا الحكاية دي ازاي؟ يأمنوا الحكاية دي يا اما بزوال اسرائيل نفسها
وده حل، يا إما على الأقل إن هم يقووا العدو اللدود لإسرائيل اللي هي حماس، وبعد كده توقع إن ممكن الوقت تقوم حل الدولتين بشكل فعلي. لو استمرت الحرب مصيبة على دماغ إسرائيل، ولو قامت حل الدولتين هتبقى مصيبتين على دماغ إسرائيل، لأن هذا يعني أن الفلسطينية هيكون لهم دولة معترف بها في الأمم المتحدة، هتكون إدارتها مخلصة، مش هينفع محمود عباس ده كمان هيبقى يعني يا إما يفهم الموضوع ويقبل العرض التركي المحتمل اللي أنا هقولك عليه، يا إما أن محمود عباس دوت يا سيدي لو ركب دماغه اللي تحتيه هيموتوه، لأنه أفراد العصابة مش مستعدين يضحوا بنفسهم، أفراد العصابة مستعدين يضحوا بالشعب كله، لكن يضحي واحد فيهم بنفسه دي تشيلها من دماغك خالص. محمود عباس لأنه هو سنه كبر، وبعدين طول عمره حتى من أيام ياسر عرفات وكده، وهو أشرب في قلبه الأمريكان والصهاينة أنهم القوة التي لا تقهر، فبالتالي هيبدأ يفكر من هذا المنطلق. هيجيله عرض تركي طبعا، وهيجيله عرض روسي، لأنه مش هيطمن للعرض التركي، لأن هو هيقولك روسيا أقوى، طب ممكن تعمل ايه كده. الخلاصة هو تحت الابتزاز الأمريكي، هو نفسه عباس ما بياخدش حاجة، والفلوس اللي بيسرقها بتتسرق منه وما بيقدرش يفتح بقه، فهو أصلا يعاني نفسه من الصهاينة، لكنه ما يقدرش يستغنى عنهم، لأنه هو الوقت أصبح يعني زي يعني أصبح عبد، يعني عبد مش سيده ظالم، بس هو مش قادر يستغنى عن سيده. فالعروض اللي هتروح لمحمود عباس الوقت إنه هو يغير ولاؤه، مش هيغير ولاؤه نتيجة المسألة، إنه اللي تحتيه هيتم التفاهم معهم بشكل مخابراتي، لأن أنا أقول لك باختصار تركيا هتحيل كل القضايا التي تغضب أمريكا إلى روسيا، دي تحطها في دماغك، وروسيا متعطشة لأن هي تأذي الأمريكان ومتعطشة للمواجهة معهم، يعني بتتلذذ بهذا الموضوع، وبوتين بيفتخر في روسيا إن هو القيصر اللي واقف للأمريكان في كل بقعة في العالم، هكذا يفكر بوتين وهكذا يعرف الأتراك هذه المسألة. فمحمود عباس طبعا هيروح له عرض واثنين وثلاثة إن هو يغير ولاؤه، هيخاف، وهيخاف باللي جايب له العرض وهيحسبه جاسوس، وهيخاف من الأوضة اللي فيها العرض وهيحسب فيها أجهزة تنصت، وهيخاف حتى لو طلع وراح تركيا برضه هيخاف بكل شكل من الأشكال. لكن عشان يغير ولاؤه لازم الموضوع يبقى ولاء جماعي، يعني زي حالة السيسي كده، يعني العصابة كلها محمود عباس واللي تحتيه يقرروا ان هم يهجروا من الولاء الامريكي الى الولاء الروسي. ودي لو حصلت يا ابو الشباب هتقول لي هيبقى اسرائيل ولاءها روسي ومش عارف ايه، هقول لك لا، ولا فلسطين حتى هيبقى ولاءها روسي، لانه الوقت انا لو انت تخيرني الولاء بتاع عباس يفضل زي ما هو ولا ينتقل للروس، اقول لك لا خليه ينتقل للروس احسن، لانهم ضد الامريكان وهيوقفوا إسرائيل عند حدها وهيسلحوا الفلسطينية. وبعدين في ملفات كتير بين الروس وبين الأتراك زي ما قلت لكم قبل كده، فيسهل تبادل المصالح معهم، ولسه المشوار معهم طويل، يعني أنا أتوقع المشوار معهم ممكن يمتد إلى 10-20 سنة، وأنا مرات بتوقع وقت طويل زي كده، ولاقي الأحداث جريت بسرعة، الله أعلم إلا يحصل، عشان كده أنا ما بحبش على فكرة إن أنا أحدد أي توقيت. فالملفات كبيرة جدا بين الأتراك والروس والصينيين، ملفات كبيرة محتاجين يا جماعة لعشرين ألف سبب. الروس عايزة الممرات المائية التركية، والروس عايزة التواطؤ التركي في ليبيا، والصينيين عايزين يحفظوا أمنهم من ناحية أفغانستان ومن ناحية باكستان، والروس عايزين يحفظوا أمنهم ضد الصين، خد بالك اللي هم حلفائهم، الروس عايزين يحفظوا أمنهم ضد الصين في بلاد وسط شرق أسيا. يعني باختصار محتاجنا بفضل الله سبحانه وتعالى، محتاجنا بمعنى الكلمة. والوقت احنا عندنا القرار مش تحرر في تركيا بس، ده تحرر كمان في باكستان، وباكستان دولة خطيرة جدا، وطبعا أفغانستان دي محدش عارف يسيطر عليها بالأول، لكن في تفاهم كبير الوقت أفغاني باكستاني تركي، وبالتالي دي قوة ضاربة لا يستهان بها، ودخلت أذربيجان على الطريق، وده اللي أزعج الإيرانيين،
يعني في تشكل كبير للقوة بتاعتنا، لكن برغم كل هذا التشكل وبرغم ان باكستان نووية وبرغم التقنية العسكرية التركية الرائعة جدا، الا ان احنا في الحقيقة كل الحكاية اللي احنا عندنا، يعني تركيا عندها 80% او 85% من التسليح بتاعها ذاتي، لكن لسه بتستورد 10-15 أو 20% من بره، وبالتالي ما زلنا محتاجين للخارج. لكن ان شاء الله هنسد الفجوه ديت، لان اردوغان الله يبارك فيه ويحفظه مش بيشتري وبيشتري عمياني، لا ده هو بيشتري تقنيه، يعني هو مش بيقول لك يروح يشتري طياره يستعملها، لا ده هو بيروح يشتري التقنيه اللي تخليه يقدر يعمل الطياره دي داخليه. عشان كده سلجوق بركدار قال لك ان احنا هنعمل المقاتله التركيه اللي هتتفوق على الاف 35 الامريكيه، وهنعمل لها يعني بربع السعر او باقل من ربع السعر اللي امريكا عايزه تبيع لنا به الطيران. انا اقول لك هيعملها في نهايه المطاف يمكن ب5-6% من السعر ده، بس ده مش موضوعي، خليني ارجع لموضوعي. فالقوة الفاعلة انا عايز اوصلك الى ان هو صراع شرقي غربي، يعني صراع شرقي روسيا والصين ضد الامريكان والاوروبيين، ودي الحقيقة. الامريكان والاوروبيين تبنوا اسرائيل من اول لحظة، وطبعا انا شفت كذا فيلم ظلم وجبروت وافتراء وحاجات زي كده، لكن الوقت الزمن ده خلاص ولا. ليه الزمن ده ولا؟ لان باختصار مفيش مجال، مفيش حاجة كلاب الحراسة البغال حكام العرب يقدروا يعملوها، مفيش حاجة في ايديهم فعلا. اولا اتفضحوا وسط الناس جميعا، محدش بيثق فيهم، الجيوش بتاعتهم مفككة، بمعنى كلمة مفككة، لو حصل قتال حقيقي هتلاقي الجيوش تبدأ تزق بعضيها من هناك، وهيبدأ يدب الخلاف وسط القادة داخل الجيش، لان مفيش حد فيهم عايز يموت، وهتحصل مشاكل جامدة. امريكا تقرأ هذه المسائل، لذلك امريكا هي عارفة تقول لك انا دلوقتي قوتي في الشرق الاوسط مرتكزة على 3 اركان. الركن الاول اسرائيل، ودي في خطر، مش عارفة ان هقدر انقذها ولا لا، هي دلوقتي اصبحت جزء من المشكلة وليست جزء من الحل. الركن الثاني اللي هم العرب عبيد الامريكان، قال لك دول كمان دلوقتي هيشوفوا اسرائيل بتتبهدل وبتتهزق وكده، وروسيا موجودة في شرق ليبيا وموجودة في شرق المتوسط، وبالتالي هتبقى موجودة بعد في السودان بعد شوية بتعمل قاعدة هناك، وبالتالي الحصار اللي روسيا عملته على اولياء امريكا او على عبيد امريكا مصر والسودان، وطبعا هينتقل بالشكل مباشر للسعودية كمان، الحصار الكماشة اللي عملتها روسيا دي عليهم هتخليهم يتسخطوا، مش هيقدروا يعملوا اي حاجة، وامريكا حتى لو قامت معركة مش هتقدر تدعمهم، لانه الدعم هيجي لحد مثلا كده قبل بورسعيد بكتير، يعني ممكن قبل بورسعيد ب200-300 كيلومتر، وهتحصل مجازر. بل انا اقول لك ان قاعدة الجفرة اللي فيها الطيران النفاس الروسي هيطلع يضرب خطوط الامداد في البحر المتوسط، مش هيقعد يهرج القواعد الروسية اللي في سوريا، الموضوع مش هيبقى سهل. وبعدين لو الغرب خد قرار الحرب بدون اذن تركيا، تركيا هتعتبره خيانة، وبالتالي ربما تنضم في الحرب للروس وللصينيين، وتحاول ان هي توقف الحرب في نقطة تمكنها من ان هي تستعيد كل الامبراطورية الاسلامية، سميها بقى زي ما انت عايز، سميها امبراطورية اردوغان، سميها ارطغرل، سميها الامبراطورية الاسلامية، سميها الولايات المتحدة الاسلامية، سميها زي ما تسميها. طيب اذا دلوقتي اسرائيل اصبحت جزء من المشكلة او هي المشكلة وليست جزء من الحل، وطبعا عبيد سايكس بيكو او ورثة سايكس بيكو اصبحوا في موقف لا يحسدون عليه، لانه الوقت امريكا عجزة عن ان هي تحميهم، اصبحت الركيزة الثالثة وهي اوروبا اللي هم الولي الحميم للامريكان من بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تقريبا. طيب الوقت الغرب الاوروبي عموما هيبقى مهدد، لانه لو دخل في الحرب لصالح الامريكان ده هيدي ذريعة قوية جدا لروسيا ان هي تعمل اجتياح بري على الغرب الاوروبي، وبالتالي الغرب الاوروبي هيبقى في ردع بالنسبة له، مش هيقدر يخش،
وعشان كده أنا بقول لك أمريكا ضعيفة جدا هنا. طب هتعمل إيه أمريكا؟ حقيقة أمريكا كل طموحاتها الوقت إن هي تكسب الوقت وتأخر الخسائر، بس مش أكتر من كده، لكن الخسائر قادمة لا محالة. طب هي ليه بتكسب الوقت وليه بتأخر الخسائر؟ هي على أمل إنه يحصل أي نوع من تجدد الصراع، أو إن هي تقدر توقع المعركة بين الأتراك وبين الروس، أو توقع معركة بين الروس وبين الصينيين. طبعا في شغل كبير طبعا في غرف المخابرات المظلمة، ما نعرفش هم بيخططوا لإيه، لكن اللي أنا شايفه كل محاولتهم باءت بالفشل لحد النهاردة. ممكن يفكروا في إن هم يحاربوا الصين بالهند، ولكن ده صعب لأن هم جربوه من حوالي 6 شهور زي ما أنا قلت لكم قبل كده، والهند خسرت خسائر جامدة. طبعا ده كله مجرد عناوين بسيطة كده في الأخبار، ومحدش غطى الأخبار بشكل كافي، وبالتالي عرفوا أن الهند مش هتقدر تعمل الموضوع ده. طب يعملوا إيه؟ يستعينوا بالهند واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة والجزيرة غوام اللي هي أمريكية هناك. لو عملوا كده يبقى هم عايزين يقوموا حرب عالمية تالتة، لأن الموضوع هيتطور، الروس مش هيسكتوا، والصينيين عددهم مش قليل، والتقنية العسكرية بتاعتهم مش قليلة. يعني باختصار هتكون حرب عالمية لو لجأوا الموضوع ده، حتى إن لم يستخدم فيها السلاح النووي، يعني ممكن تكون حرب عالمية بدون استخدام سلاح نووي. فأمريكا عمالة تأخر بس إيه وقت الخسائر مش أكتر من كده، يعني تقول لك خلي الوضع يبقى على ما هو عليه. طب روسيا بتواجهها من الناحية التانية إزاي؟ بتواجهها بأن هي بتستفزها أكتر عشان تخليها يعني حرب إزاحة. يعني لا يا حبيبي أنا مش هسكت لك كده وأسيبك تكسب الوقت، ده أنا الوقت زحتك شوية من أوكرانيا، وزحتك شوية من ليبيا، وطردت فرنسا، وطردت إيطاليا، وزحتك مش عارف منين، والوقت بزيحك من مصر السيسي، يبدل ولاءه للروس، يا إما أن هو هيعرض نفسه إلى المؤامرات الروسية، وطبعا المؤامرات التركية معاه. ما يغركش التقارب على فكرة، كل الظاهر ده شيء والباطن شيء تاني. الممالك دائما يا جماعة هكذا، الظاهر عندها شيء جميل وبراق ومش عارف ايه وكيوت و و و، لكن البواطن مؤامرات وغدر وتخطيط للمستقبل. وما يقول لك هدنة ما تسمعش كلام الهدنة، ده هي يعني وقف مؤقت للحروب عشان كل واحد يعيد حساباته ويبدأ يسد الثغرات اللي عنده من وجهة نظره، أمور زي كده. سبب بقى مهم جدا وحقيقي للمعارك ديت وللصراع دوت، وهو سبب خفي كمان، هو إيه؟ هو إرسال رسالة لكل حكام العرب إن أمريكا مش قادرة تدافع عن إسرائيل، يبقى هتعمل لكم أنتوا إيه؟ طيب ماذا نتوقع؟ وده السؤال الرابع اللي تتوقعه بكل بساطة يا أبو الشباب في الموضوع ده، إن يحصل اتفاق أمريكي روسي في غرف المخابرات المظلمة، مفاده إن روسيا تضمن إن إسرائيل لا تطلق عليها قذيفة واحدة في شرق المتوسط. طب هتضمن الموضوع ده ازاي؟ يعني مثلا يجي نتنياهو يحلف لهم بالطلاق مثلا؟ مفيش الكلام ده. اللي هيحصل ان هما حاجة من اتنين، يا اما هيحصل تفعيل للدولة الفلسطينية فعلا، وبالتالي هتتسلح تسليح كبير، وبالتالي هترضع اسرائيل، فهتقول لهم يعني باختصار الروس هيقول لهم هتضربوا اي خط امداد، اول مركب تضربوها هيطلق عليكم 10,000 صاروخ في اول ساعة، يعني معناها الفناء بمعنى كلمة الفناء. وخد بالك بقى التسليح المرة دي هيبقى مختلف، ومش هيبقى روسي بوكالة ايرانية، مش هيبقى كده، ده هيبقى عيني عينك، يعني حرب هيكون فيها الصراحة والوقاحة والبجاحة من الروس ومن الامريكان. هنا بقى هيدخل ايه عامل المقايضات في الملفات بين الاتراك وبين الروس، لانه في هذه الحالة هيبقى من مصلحة تركيا ان هي تسلح حماس تسليح كبير جدا، وعايزة تقضي على الطابور الخامس داخل الاراضي الفلسطينية، اللي هم باختصار عباس والشلة بتاعته، دول لازم يمشوا، سواء مشوا بالحسنى وغيروا ولائهم وراحوا كملوا حياتهم في روسيا، وكل واحد فيهم قاعد ساكت ما يقدرش يفتح بقه ولا يتكلم،
يشتغل بقى في مطعم هناك ولا بوتين يديله معونة ولا كده، ده موضوع تاني، ولكن مش هيبقى ليه مكان في السياسة خالص في داخل فلسطين. وممكن كمان يعيش يكمل حياته في داخل فلسطين، وبوتين يتعهد له ان حماس ومحدش هيضربه ولا حد هيغتاله ولا حد هيحكمه ولا الكلام ده، ده كمان حل ايه من الحلول. يعني باختصار المخابرات الروسية والمخابرات التركية هيبدأوا يفككوا منظمة التحرير بعد ما المنظمة بقت فيها الفساد للركب. واحد يقول لي ده هي التاريخ الفلسطيني، يقول له لا تاريخ ولا نيلة، ده هي كلها مليانة خيانات، كان فيها ناس مخلصين دي محدش يقدر ينكرها، لكن الإدارة بتاعتها كلهم خونة أو أغلبهم خونة، بما فيهم ياسر عرفات نفسه اللي هم الناس بيعتبروه خط أحمر هناك زي كمال أتاتورك في تركيا كده، كان خائن وراح من الجزائر، أعلن أنه هو متفق على أسلو أو كان في تونس ساعتها، أعتقد كان في الجزائر، وأعلن انبطح يعني باختصار للموضوع وباع الماتش ووقع اتفاقية أسلو اللي بتدي لليهود 78% من أراضي فلسطين. يعني خرب الدنيا، ولسه محمود عباس ما كانش عاجبه هذا الانبطاح ويرى أن فيه تشدد كمان. شوف يعني وصلوا لحد فين. باختصار يا جماعة، فتح طبعا في كل منظمة تلاقي فيها ناس مخلصة وناس خائنة، لكن منظمة فتح اتلعب بيها لعب شديد جدا. يعني المصيبة ان الخونة يكونوا هم في الادارة فوق، انما اما يكون حماس ما اكتشفت جواسيس واكتشفت خونة وكده، ليه اكتشفتهم؟ لان الادارة فوق سليمة ونظيفة ونقية وبتشتغل، وبالتالي بتلاقي حد بقى من تحت مندس ولا كده ولا جاسوس ولا هنا ولا بتاع بتمسكه، لان هي من فوق تقدر تدور وتقدر تعرف وعندها معادلتها وعندها حساباتها فتقدر تعرف. انما لما يكون اللي فوق هو اللي خائن واللي تحت هو اللي مخلص، اللي فوق بقى يبيع اللي تحت بكل سهولة. طبعا كلكم فاكرين ان محمود عباس كان عايز ينزع سلاح حماس وعايز ينزع سلاح المقاومة الفلسطينية كلها، وحل حتى المنظمات المسلحة التابعة لفتح نفسها، يعني بوظ الدنيا. المسألة واضحة يا جماعة شديدة الوضوح. هو باختصار كده يعني تخيل ان عباس عايز ياخد السلاح من حماس، ايه هي الحجة؟ بيقول لهم خلاص احنا عملنا حكومة سلام فياض. طب يا جماعة اصلا ان كانت حكومة سلام فياض غير شرعية، هو سلام فياض نفسه وحزبه ما خدوش الا مقعدين من 132 مقعد، فازاي هو يبقى رئيس وزارة؟ ليه هو عباس يحل حكومة اسماعيل هنية اللي هو خد 74 مقعد من 132 مقعد وعمل الحكومة، وبناء على الدستور اللي هم حاطينه ما ينفعش العباس ان هو يقيله بهذا الشكل ويروح يشكل حكومة تانية ضد الارادة الشعبية. وبعد كده قال لك طيب يلا اتفضل يا عم فياض انت عايز تعمل ايه؟ قال لك ده احنا عايزين الاول نتمكن من الدولة. طيب ماشي اتفضل اتمكن من الدولة. قال لك لا، ما انت عشان تمكننا من الدولة لازم اول حاجة كل الموظفين التابعين لحماس انك انت تقلهم وتقول لهم يروحوا لبيوتهم والى الابد. طبعا كده هيضرب المجتمع المدني، اما حماس تعمل كده في ولادها هيولوها ازاي بعد كده؟ الثقة هتنتهي. طبعا مكر صهيوني خطير جدا. طيب والموضوع الثاني، قال لك عايزين السلاح، ان نلم السلاح عشان نتمكن من اداء مهامنا. يا عم اتفضل، ايه علاقة السلاح بالموضوع؟ اتفضل ورينا انت عايز تعمل ايه وكده، وتفضل شغل الموضوع وانت مرحب بيك واحنا هنساعدك واحنا هنقف جنبيك. ولا لا لا مش هينفع، ده احنا عايزين نلم السلاح. في الحقيقة لو حماس ادولهم السلاح بتاعهم كانت هتحصل مجزرة. ايه هو اللي خلى السيسي عمل 60 70 80 مجزرة في مصر؟ منهم ام المجازر ربعة مات فيها قرابة 10,000، وفي ناس بتقولك ارقام اكتر من كده. الحكومة المصرية اعترفت ب 800 شخص فقط. ايه اللي خلى السيسي ان هو تمكن من عمل مذبحة زي كده؟ لان ناس مسلحين على ناس عزل مدنيين، يعني هي جرائم ابادة جماعية في الحقيقة، فده اللي خلاه تمكن. فالوقت اما حماس تدي لمحمود عباس سلاحها هيعمل فيها نفس الشيء. يعني هو السيسي العالم عمل له ايه بعد ما عمل المجازر دي؟ ده كل الناس عارفه ربعه، انما ده كان فيه محمد محمود ومجلس الدوله ومجلس مش عارف ايه
ومسبير والنهضة ووزارة الدفاع الجوي وعند مش عارف فين، وفي مذابح ده الأسماء كتير جدا يا جماعة، في المذابح بتاع 60-70 مذبحة. أما السيسي نفذهم بأوامر أمريكا، عملت له إيه الأمم المتحدة، ولا عملت له إيه المحكمة الدولية بتاع جرائم الحرب، ولا عملوا له إيه الكلام ده؟ المحكمة الدولية دي مش هي اللي وقفت قدام عمر البشير وقالت إن إحنا عايزينه، برغم إن هو كرئيس جمهورية في معترف بها في الأمم المتحدة له حصانة دبلوماسية، أمريكا كسرت كل هذه الأمور وقالت لك عايزينه وعملت له محاكمة وإحنا طالبينه وعايزينه، ولا فيك عندك قوة خش عربد واعمل كل حاجة وحط القوانين وهتمشي الناس عليها بالجزمة، ما عندكش قوة تيجي تقعد جنبية هنا وتسكت. قبل ما اخش على الاسئله بقى يا جماعه، عايز انوه الى خطأ انا وقعت فيه، وطبعا وقعت فيه من ضغط القراءه، يعني انا ضغط القراءه الوقت كله عمال اقرا عن غزه 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 غزه، فموضوع طرد المفتي بتاع موضوع طرد المفتي من المسجد الاقصى، انا قلت الغزاويه ودي معلومه مش صحيحه، واخ صلح حالي جزاه الله خيرا وقال لي كمان الغزاوية ما يقدروش أصلا يروحوا القدس وكده، قلت له متشكرين، ولازم أنوه لهذه المسألة أن المقدسيين هم اللي طردوا المفتي وقالوا له برا، والفيديو تقدروا تشوفوه على اليوتيوب، وقالوا له كلاب السلطة ما لهمش مكان بينا، كلاب السلطة برا. ننتقل بقى إلى الأسئلة يا جماعة. أول سؤال، ماذا سيحدث بعد وقف إطلاق النار؟ قلت لك بناء على مصالح القوى الفاعلة، ومش عايز اقعد اعيد في الكلام مرة تانية، والقوى الفاعلة هي اللي هتحدد مصير الموضوع ده، لكن لازم تكبل ايدي اسرائيل، ما تقدرش تهاجم السفن الروسية في شرق البحر المتوسط، لازم الموضوع ده يتم، وان ما تمش روسيا مستعدة ان هي تمسح اسرائيل من على الارض. البعض على فكرة يا جماعة بيقول لي ان روسيا بتوالي اسرائيل عشان ايه؟ ان كانت هي اسرائيل يعني ربيبة امريكا، وامريكا دي العدو اللدود للروس اللي بيخنقوها ليهم عشرات السنين ومشاكل وصراعات وملايين القتلى ومليارات الخسائر، او قل تريليونات الخسائر من الاموال لو تحسبها على مدار عشرات السنين اللي فاتت، وكل الصراع ده كله في الاخر جاي تقول لي ان روسيا هتساعد اسرائيل اللي هي ربيبة امريكا وولية امريكا، واللي اللي الغرب حطها في المنطقة دي عشان خاطر تسيطر على المنطقة دي وتبقى يعني خادم للغرب في المنطقة دي، والامور دي كلام مش منطقي، الموضوع ده يتنافى مع الامن القومي الروسي ومع الامن القومي للمنطقة كلها، حتى مستقبلا يتنافى مع الامن القومي لاوروبا نفسها. البعض كمان قال لي انه هناك مش عارف مليون روسي ولا 2 مليون روسي في اسرائيل، يعني مهجرين مستوطنين وكده وبتاع، كما ولو ان يعني العدد ده، طب ما سيدي في مصر فيها 100 مليون بيكره السيسي، عملوا له ايه؟ خليك انت في 20 مليون روسي في اسرائيل، والوقت كلهم يسوي ايه عند بوتين؟ هما والبعرة عند بوتين سواء. بوتين يبحث عن امنه القومي ويبحث عن مطمعه ويبحث عن امور زي كده، ولا تعنيه الانفس ولا الدماء حتى لو كانت روسية. في سؤال بيقول لي هل يساوم السيسي بهذه الورقة اللي هي بدعم غزة يعني عشان امريكا تساعده في سد النهضة؟ اقول له طب ما هو عنده اوراق اقوى من كده بكتير، ما عنده قناة السويس وعنده شط البحر الاحمر وشط البحر المتوسط، ويقدر يغير ولاء ويقدر يوقف الامداد ويقدر يعمل حاجات كتير، وما ساومش ولا عملش حاجة، مش هيساوم، جبان وهيفضل جبان ومش هيغير ولاؤه الا اما يشوف بعينه ان امريكا مش قادرة تحميه ومش قادرة تحمي اسرائيل، في الحالة دي ربما يغير ولاؤه، وان ما غيرش ولاؤه هيقضوا عليه. واحد تاني بيقول لي ده السيسي هيقدم 500 مليون دولار، اقول لك السيسي كلام في كلام يا جماعة. طب ما اوروبا قال لك ان احنا هنقدم للاجئين السوريين في تركيا مش عارف قد ايه كل سنة، يعني اجمالا المفروض كان زمانهم قدموا في الكام سنة اللي فاتوا دولت حدود 60 مليار مثلا او كده، كل اللي قدموه 6 مليار او 5 مليار، وتركيا دفعة الباقي كله من جيبها وما بيلتزموش بحاجة،
واما يجي يقول لك دول المانحين اللي مش عارفين وكل واحد يعلن لك عن نص مليار وده ربع مليار وده 2 مليار وده مش عارف ايه، في الاخر ما بيدفعوش حاجه، كله كلام في الهجايص. واحد بيقول لي ان ايام الدكتور مرسي، ان الدكتور مرسي ساهم في تسليح حماس وكده، اقول له هذا الكلام غير صحيح بالمره. الدكتور مرسي الله يرحمه ويسامحه يا سيدي كان لا يملك شيء في اي جهاز من الاجهزه الامنيه، لا في الشرطة ولا في المخابرات ولا في الجيش، ولا يمكنوه من اي حاجة. ده هو كان في العمل المدني اللي هو عايز يصلح البلد من الناحية المدنية وكده، ما كانوش بيردوا عليه بل كانوا بيخربوا له الدنيا. يعني كان بمجهود الاخوان اللي الناس بتشتمهم الوقت دول، كان الاخوان بمجهودهم بيروحوا يشيلوا الزبالة من القاهرة ويرموها في الجبل، يجي اعضاء الحزب الوطني او الحزب الوثني يروحوا يشيلوا الزبالة دي من الجبل ويرجعوها في المدن مرة تانية. الدكتور مرسي حقيقة كانوا جايبينه صورة فقط مش اكتر من كده، وكان عايزينه وكان هم عايزين ان الدكتور مرسي يرتكب الجرائم اللي السيسي ارتكبها. يعني كان عايزينه هو اللي يتنازل عن النيل، كانوا عايزينه هو اللي يتنازل عن تيران وعن صنافير، وكانوا عايزينه هو يعمل البلاء دوت عشان تبقى الكارثة بيد الاخوان، والاخوان طيار اسلامي، وبالتالي يظهر قدام الناس ان الاسلاميين دول مش عارفين حاجة وخربوا الدنيا وضيعوا النيل وضيعوا تيران وصنافير وخربوا مش عارفين وبوظوا العملة وعملوا مش عارفين. ده كان الضغط على الدكتور مرسي، هم كانوا متصورين كده ان هم بالضغط على الدكتور مرسي هيوصلوه لهذه المراحل، لكن الدكتور مرسي صمد صمود كبير الله يرحمه ويأجره خيرا ان شاء الله ويجعل ذلك في ميزان حسناته. صمود الدكتور مرسي افشل كل هذه المخططات الصهيو امريكية. فهو في الحقيقة كان لا يملك اي شيء، فكيف ان هو يروح يسلح حماس؟ هو طبعا قال لك احنا لا نترك غزة وحدها، وكان له مواقف طيبة في الامور ديت، لكن من الناحية العملية الجيش هو اللي كان ماسك كل حاجة، والجيش ده الجيش المصري هو في الحقيقة مش جيش مصري، هو جيش صهيوني صرف. اسماعيل هنية طبعا بقى بيطالب برفع الحصار عن غزة، وده طبعا من حقه ومنتصر وهيفرض شروطه، وطبعا السيسي هيغدر بيه كالعادة وهيفتح له المعبر مرة مرتين وبعدين يعرقله لأسباب أمنية ويعرقلوا لأسباب مش عارف ايه وامور زي كده. في واحد عمل لي تعليق وقال لي انت الاستنباطات بتاعتك كلها استنباطات عاطفية لانك انت بتحب تركيا، ودخل يعني في هذا الخط. انا في حقيقة الامر فهمت ان هو ما يعرفش شيء في المنطق اصلا ومش عارف هو بيقول ايه. باختصار يا جماعة بسرعة كده عشان تفهم الموضوع، هناك فرق كبير بين الاستنتاج والاستنباط اللي هو مبني على اسس وعلى اصول، وبين الهواجس والاماني. يعني واحد مثلا عنده هواجس، في ناس بيبقى عندها المرض الهاجس دوت بيبقى متهيأله ان هو هيموت وبيروح للدكاترة ومش عارف ايه وبتاع، انت اكيد شفت حالات زي كده حواليك، وبيعيش على الطريقة دي ومرات يعيش 80 سنة يعيشهم كلهم بهذا الشكل، منهم 50-60 سنة عند الدكاترة وفي نهاية المطاف هو ما عندوش اي حاجة، ده اسمه هاجس. في واحد تاني بيحلم ان هو يبقى غني ولكنه لا يتحرك من مكانه، لا هو عمل تجارة ولا هو اجتهد في عمله ولا هو فاهم هو بيعمل ايه، يعني باختصار ضايع، وباختصار كل يوم يقعد يحلم في احلام اليقظة ويشرب عياذا بالله في الحشيش لان هو اللي بيطير فوق بيخلي الاحلام دي يعني ممتعة بالنسبة له كده، ده من خلال شريب الحشيش يعني بيقولك الكلام ده. فخلاصة الموضوع ده اماني، يعني مجرد امنيات واكاذيب واحلام يقظة لا تستند على اي شيء ولا على اي حقيقة. انما لما يجي واحد مثلا يقول لك خد بالك ده الواد عدوك الفلاني ده متربص لك في الحتة الفلانية وجاي لك كلام خبري من واحد انت بتثق فيه او كده، فطبعا دي مش هواجس ولا ده هو ده استنتاج. ادام متربص لك يبقى لو انت مشيت وانت مش منتبه يبقى النتيجة انك هتاكلها يا ابو الشباب، دي مش عايزة اي فقاقة. يعني المقدمة اللي عملها الاخ هدانا وهداه الله ان احمد يدافع عن الاتراك،
إذن كلام أحمد أماني. طبعا مفيش أي علاقة بين القاعدة دي والقاعدة دي. أنا يا جماعة عايز أنصحكم بنصيحة مهمة جدا، لو تقدر على الأقل خالص تقرأ القواعد الفقهية وتفهمها هترتب دماغك. لو لقيت ألفاظ الأصوليين صعبة ابقى اقرأ طيب المنطق الوضعي بتاع زكي نجيب محمود اسمه، أعتقد كده إن شاء الله الكتاب ده هيرتب أفكارك برضو إلى حد ما. لكن ما تسيبش دماغك كده سايحة على بعضيها. باختصار، الاستنتاج والاستنباط مبني على أسس، والأسس دي بتبقى واقعية حواليك. يعني ما ينفعش واحد يبقى قاعد في الصحراء وبعد كده انت وهو قاعد في الصحراء تيجي تستنتج ان هو هيموت في حادثة موتوسيكل، ما ينفعش، او هيموت في حادثة عربية، ما ينفعش. هو طول عمره في الصحراء ما طلعش منها ومش ناوي يطلع منها وكده، يبقى انت كده استنتاجك مش صحيح. انما لو لقيت واحد بيسوق عربية ومتهور في السياقة ومش عارف ايه، فكل الشواهد دي بتبني عليها الاستنتاج. ممكن تنصحه وتقول له يا ابني هذه الافعال تسلم معاك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لكن مش كل مرة بتسلم الجرة، فانتبه لان لو اتلطيت فيها مرة واحدة هتدفع تمن كل اللي انت عملته قبل كده. من صور الاستنتاج كمان انك انت لما تقابل واحد وانت وهو ليه عندك فلوس، فانت بتستنتج ان هو هيذكرك بالفلوس على طول، فده استنتاج منطقي. انما لو قابلت واحد مفيش بينك وبينه اي معاملة مادية، الموضوع ده مش هيجي في بالك. ولو قابلت واحد انت ليك عنده فلوس هتبدأ تفكر ان هذا الشخص ممكن يديلك فلوس. لكن انت لو قابلت شخص مالكش بينه وبينه اي علاقة عمرك ما هتفكر بهذه الطريقة. يعني الاستنتاج يا جماعة له اسس بتبني عليها مقدمات، بتبني عليها نتائج. الخلاصة يا جماعة، لما تيجي تناقش حد لا تقفز بظنونك وبعد كده تبني فكرة معينة. يعني ما تقولش هذا الرجل اخواني، او هذا الرجل داعشي، او هذا الرجل علماني، او هذا الرجل ليبرالي، وبعدين تبدأ تاخد منه موقف وتبدأ تهاجمه وتخرج عن الموضوع وتسيب الموضوع اصلا، لان هو ممكن صح يكون اخواني وانت ما بتحبش الاخوان، او ليبرالي وانت ما بتحبهمش، او علماني وانت لا تؤمن بالعلمانية، لكن ممكن يكون عنده طرح بعيد عن المسألة كلها، وممكن يكون عنده طرح عقلاني منطقي تستفيد انت منه، او على الاقل ممكن انت تنصحه وهو يستفيد منك وتفوز بأجره. واحد تاني بيقول لي أنت تبالغ في قوة الروس والروس ضعفاء وأضعف من كده وكذا، أقول له غير صحيح. الروس قوتهم يا ابني واضحة وضوح الشمس. أمريكا ما قدرتش تنفذ مخططها في فنزويلا اللي هي بينها وبينها مسافة يعني قريبة، وجات روسيا من آخر الدنيا ساعدتها، برغم أن بينها وبينها مسافة قد اللي بين الأمريكان وبين فنزويلا يمكن 5-6 مرات أو أكتر. فشوف الروس مش ضعاف، الروس كانوا محبوسين وكانوا متبهدلين متشحورين حقيقة. قربة تشوف خرب الدنيا، وده واحد من أكبر تيوسي العالم على فكرة، يعني هو وحسن مبارك والشريف حسين والخليفة العباسي نسيت اسمه، باين اسمه المستعصم، وعلاء الدين خوارزمي، في كام شخصية تاريخية كده أنا باجي أقعد أفكر فيهم كده، يعني اي واحد فيهم يفوز بكأس المتياسة ويكون هو الاتياس ويرفع الاعناق ويصول يقوله التيسة هو التيسة هو خدت لك. ففي حوالي 10 افراد في عقليتي، كان منهم كمان الحاج غليوم، ازاي هو يتخدع الخدعة اللي اتخدعها في الحرب العالمية الاولى ديت. بس حقيقة الحاج غليوم انا بدأت افهم موقفه فطلعت منهم، ودي ان شاء الله نبقى نحكي عن الحرب العالمية الاولى نتكلم فيها. فطبعا التيوس دولت يعني عندهم تركيبة معينة بتسخهم الى هذا المصير. فمنهم غورباتشوف، يعني هلك روسيا هلك، وفكك الاتحاد السوفيتي وفكك اجزاء كثير من النووي، وبقى النووي يتباع في السوق السوداء، وايران اشترت والغرب نفسهم اشتروا، وكانت فوضى عارمة فعلها غورباتشوف هذا. وبعد ذلك يا ابو الشباب جاء بقى بوتين، والروس والصينيين ادركوا ان هم في خطر،
لان تفكيك الاتحاد السوفيتي اللي هو كان بيهددهم وهم سابوه يتفكك. على فكرة هم كانوا يقدروا يمنعوا تفكيكه لكن كان خطر كبير عليهم، وانتوا عارفين يحاول يغزو افغانستان ولو نجح هناك كان هيطحبش الدنيا هو التاني اكتر من الامريكان وكده. فالصينيين سابوا الاتحاد السوفيتي يتفكك، وبعدين مسكوا بقى روسيا لمعوها وزبطوها عشان تقف للغرب، لان لو كان الغرب دخل وقطع روسيا زي ما هو عايز كان هيبقى الدور على الصين. الخلاصة روسيا ماهيش دولة ضعيفة، كان الاتحاد السوفيتي بينازع امريكا في اماكن كتير منهم يا راجل كوبا اللي هي قريبة جدا من امريكا، وازمة خليج الخنازير لو انتم فاكرينها وحزاء خرتشوف وكده. فمحدش يا جماعة يقول ان الناس دي ضعيفة، حقيقة احنا كمسلمين اصبحنا ضعاف لان هم جهلونا، فعلا جهلونا بمعنى كلمة جهلونا. ولما جهلونا يا ابو الشباب تخلفنا تكنولوجيا وهم انطلقوا، فاصبح بيننا وبينهم سنوات ضوئية. ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى سخر الصراع العالمي، وتقريبا تركيا عوضت جزء كبير جدا يمكن ما كناش نحلم نعوضه في 50 سنة، اتعوض الحمد لله، وجزء اللي باقي ان شاء الله يسير. واحد بيقول لي ان ايران هي اللي بتدعم حماس وانت دايما تقول الروس وكده، انا اقول لك بوتين ما يقدرش يظهر بمظهر ان هو الداعم، حطها في دماغك دي. الروس كمجتمع بيكره المسلمين، يعني بوتين لما يظهر ان هو بيدعم حماس وكده هيخسر جزء لا بأس به من شعبيته هناك، فهو بيوصل لنفس النتيجة عن طريق ايران. اوعاك ثم اوعاك ثم اوعاك انك انت تظن ان ايران ممكن تتواجد وممكن تدعم وممكن تتواجد في سوريا وممكن تتواجد في لبنان بغير دعم روسي، ده الكلام ده مش منطقي. هي روسيا عايزة ايران في الحتة ديت عشان خاطر تدفعها وتدفع تصارع الامريكان في العراق وتصارع الامريكان كذلك في سوريا نفسها، وبعد كده تعمل الحزب اللبناني الايراني اللي بيسموه حزب الله تعمله عشان تهدد اسرائيل كذلك. هتقول لي ده مش عارف، يقول لك هو في الحقيقة عنده قدرة يهدد اسرائيل، ولو ان ايران مخلصة في القضية الاسلامية كانت خلت الحزب الايراني بتاعها في لبنان كان دخل في المعركة دي، كان ركع اسرائيل من اول ساعة. يعني لو هو ضرب من جانب وحماس ضربت من جانب التاني اسرائيل كانت هتركع، لكن الايرانيين بقول لك بيبيعونا، فعلا بيبيعونا، يعني بيخوفوا الصهاينة وبعدين يبتزوا منهم اي مكاسب استراتيجية او عسكرية او مالية او كده، وبعدين بيسيبونا احنا غرقانين. لكن المرة دي روسيا هي اللي ضغطة على الايرانيين، والوضع مختلف في المرة دي يا جماعة بشكل كبير. سؤال خارج الموضوع بقى الفلسطيني ولكنه في الشأن التركي، اخ سألني عن سادات بيكر اللي هو اتهم اردوغان بالفساد واتهم الحكومة بتاعته بالفساد وهرب من تركيا وراح الامارات، وبعد كده اتهم وزير الداخلية التركي ان هو اللي هربه والامور كده، يعني بقيت يعني الكذب واضح، الكذب يعني هو وزير الداخلية هيهربه ليه؟ ما هو لو هربك مقابل فلوس ما تجيب المبلغ اللي انت حطيته في اي حساب بنكي او ارشد عنه، يعني قول انا اعطيته الفلوس نقدا وهي في المكان الفلاني، ويقدروا هناك المخابرات التركية تروح تتحقق من الموضوع. باختصار هذا الرجل يعني انا لا ارى انه هو يعني شيء كبير عشان نتكلم عليه، هو واحد كان بتاع مافيا جوه. وطبعا لما تيجي انت تشوف تركيا القديمة كانت مليانة مافيات، وكان اردوغان واقف مكتوف الايدي، وقبليه أربكان كان واقف مكتوف الايدي، لدرجة ان المافيات كانت في الجنوب التركي مسيطرة بشكل تام، يعني ما كانش فيه شرطة تركية، والشرطة التركية ان كانت موجودة على استحياء وبحذر شديد، والعصابات بتاع حزب العمال الكردستاني كانت بتخش تخطف اكراد من تركيا، يعني تركي وكردي تخطفه وتوديه هناك يبقى عبد عندها وتلبسه جندي عشان يخش يعمل عمليات في تركيا او يقاتل هنا او يقاتل هناك. وكان الموضوع دوت بسبب ان العساكر اللي هم الخونة اللي عملوا الانقلاب هم اللي كانوا حارسين الحدود وهم اللي كانوا بيسمحوا بهذه المهزلة،
وهم اللي سمحوا بدخول الدواعش من كل العالم الغربي. انت لما تيجي تشوف كده لما قامت حركة داعش في العراق وبعد كده امتدلت لسوريا، لما تيجي تشوفهم تلاقيهم مين؟ تلاقيهم جايين من روسيا، جايين من امريكا، جايين من المانيا، جايين من بريطانيا، جايين من اوروبا بشكل عام. طيب اشمعنا كله داخل من تركيا؟ طب ما فيش ولا منفذ واحد على السعودية والشباب اللي حاولوا يخشوا من السعودية على العراق تم قتلهم على الحدود، والشباب اللي حاولوا يخشوا من الأردن تم قتلهم على الحدود، وما فيش منفذ للدخول للعراق إلا هو فقط الأتراك من الحتة دي، لأن هم باختصار مش عايزين ان هم يفتحوا باب من الناحية السعودية، لان هتلاقي شباب سعودي كتير جدا وناس سنها كبير وناس سنها صغير، ناس كتير هتروح يعني بعشرات الالاف او بمئات الالاف، والموضوع هينفلت لان هم ما عندهمش صورة داعش اللي هي عندي انا وانت واضحة. هم عندهم صورة داعش ان هم دول شباب بيجاهد وبيقاتل الامريكان وبالتالي عايزين يروحوا، ولما بيوصلوا هناك بيتصدموا بقى لانه قادة داعش نفسهم هم مخابرات عراقية قديمة، وانا على الفيسبوك بتاعي حطيت اسمائهم 300 واحد، انا حطيت اسماء العشرة الكبار منهم وحطيت اثباتات على الامور ديت من الناس اللي هي قالت الحكاية دي المختصة وكده، مش موضوعي. انا ارجع لموضوع الوقت اللي هو ان تركيا كانت مليانة مافيات، يعني مش ده بس، كانت المخدرات في الوقت ده في تركيا من اكبر معاقل المخدرات في العالم، وفي نفس الوقت من افقر دول العالم. فازاي هي تكون تركيا يعني بلد يعني ضليع جدا في المخدرات لهذه الدرجة، وفي نفس الوقت تجد ان هي من افقر دول العالم؟ ايه اللي كان بيحصل؟ باختصار يا جماعة، المخابرات الامريكية هي اللي بتدير تجارة المخدرات في كل الدول اللي هي حليفة ليها، عشان اجيب لكم من الاخر. يعني الدول دي ما بتاخدش حاجة، المخدرات بتخش السعودية، مين اللي هيدخلها؟ تفتكر مين اللي هيدخلها؟ يعني مش هتخش غير مع الامراء ومش اي امير، وهتخش باذن المخابرات الامريكية، لان المخابرات السعودية ما هي الا مكتب صغير في المخابرات الامريكية، الحال شرحه في الاردن، الحال شرحه في تركيا القديمة. فتركيا القديمة كانت مقر عصابات فعلا وكده، لكن اردوغان قضى عليهم او على اغلبهم او على اغلب اللي كان مرصود فيهم. يعني الوقت نسبة الجريمة في تركيا قلت بشكل كبير، الوقت تركيا بقت تستعمل كاميرات المراقبة في الشارع، الجريمة تم حصرها الى درجة كبيرة ليست بالقليلة. وبعدين ده جاي يعني من وراء الكواليس يقول هذا الكلام، فأين أنت وأين يعني أين أنت من هذا الكلام؟ طبعا هو أنا سؤالي اللي هو مش لاقي له جواب في الحقيقة، كيف هرب هذا الرجل من تركيا؟ وده بيبين لك أن تركيا لسه ما بقتش 100%، يعني مش حكم الموضوع 100%. أخ بيسأل بيقول هل سيستمر اقتحام المسجد الأقصى؟ أنا أقول سيستمر والله أعلم عمليات الاقتحام، لكن مش هتكون زي الاول، هتكون بدرجة تسمح لنتنياهو ان هو يخادع الداخل الاسرائيلي. لكن الاول كان المطلوب هو تهجير الناس من بيوتها وتهويد المنطقة، يعني كانت شرسة جدا، ما اعتقدش ان هي هترجع بالشراسة بتاع الاول ولا حتى بنصفها ولا بنصيفها، وإلا ستعود الحرب، ودي مسألة طبيعية. واحد تاني بيسأل بيقول هل سيرفع الحصار عن غزة؟ أقول له هذه المسألة مرتبطة بالتوافقات، ولكن أنا ترجيحي أنه هيحصل على الأقل نوع من الانفراجة، يعني السيسي هيبدأ يفتح شوية المعابر وأمور زي كده، لكن ان هو الموضوع يتم يعني فتح بشكل كامل مش هيكون غير من ناحية مصر، أدام من ناحية مصر ما تتوقعش إلا سلع مدنية وما تتوقعش أي حاجة عسكرية، وحتى السلع المدنية هتكون بأسعار جنونية ومغالى فيها، يعني الجيش المصري هيتاجر في حماس وفي غزة. في سؤال تاني، إيه اللي ممكن يحصل طيب بعد موضوع غزة؟ هقولك ما هو غزة حاجة من اتنين، يا إما هيحدث معاودة للحرب وده على فكرة احتمال مش قليل، يا إما تثبيت إطلاق النار وده كذلك احتمال يعني له وجهه، يعني تثبيت وقف إطلاق النار ده برضو احتمال مش يعني اديهم 50% 50%.
لو فرضنا انه تم يعني تثبيت وقف اطلاق النار هيحصل تسليح لحماس كبير جدا عشان ردع اسرائيل، وهيبقى المسألة زي ما انا شرحتها لك قبل كده ومش عايز اقعد اعيد الكلام، تأمين الوجود الروسي في شرق البحر المتوسط. لو حصل تأمين الروسي في شرق البحر المتوسط بشكل مباشر هيتهدد أمن السيسي في مصر، لأن روسيا متواجدة في الشرق الليبي، يعني الإمداد هيجي من البحر الأسود، يعدي في البسفور التركي، يعدي في بحر مرمرة، يعدي في مضيق الدردنيل، يعدي بعد كده حوالين شوية الجزر اللي أنا حكيت لك عنها، يعدي في شرق البحر المتوسط، واخد الشرق البحر كله بالعرض كده، يوصل للشرق الليبي، وده موصل التموين والإمداد آمن للشرق الليبي. ده معناها ان روسيا تقدر تفرض الواقع بالقوة وتحميه سواء في مصر سواء في السودان، لكن رويدا رويدا. وطبعا احنا بنسمع كل شوية عن طيران رايح ومراكب رايحة وحاجات زي كده، ودي مسألة طبيعية. انا اعتقد الروس هيترسنوا ليبيا ترسنة كبيرة جدا، وواخدين كمان جنود من عند بشار وعندهم الفاغنر هناك، يعني الروس بيستعدوا لحرب كبيرة في المنطقة، يعني هيكشروا للسيسي عن أنيابهم وهيكشروا في السودان عن أنيابهم كذلك. يعني الوقت النزاع والصراع الأمريكي الروسي بقى على أوجته، يعني الوقت البغال حكام العرب ما بقوش أمنين، يعني الوقت بقوا مهددين هم كمان. فهو يقول لك المصيبة اللي جات لنا دي، ما احنا كنا عبيد وكنا زي الفل، الوقت دول جايين يقتتلوا وهينهشونا هم الاثنين، ولكن طبعا ايه جزاء وفاقة. فطبعا لو المنطقة هدأت في الاراضي المحتلة هتنتقل على طول للغرب المصري او للغرب السوداني برضو، يعني هيبقى التوغل الروسي هيجي من هذه الجهة، سيما ان التوغل الروسي هناك في السودان موجود بالفعل، وعندهم قاعدة بحرية كبيرة بيقولك حتى فيها راجمات نووية او هيحطوا فيها راجمات نووية. اكتفي بهذا القدر واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.